طيب يا شباب، حل تمرين لسكاتر بلوت في الداتا فيجواليزيشن. طبعا احنا هنشتغل على دومين جديد، تمام؟ الدومين هذا له علاقه بالكاندي، بالحلويات، تمام. طبعا انا اشتغلت مع كاندي او ميجور كاندي بروديوسر، مع مصنع معروف او كبير، مصنع حلويات، تمام. والهدف تبعه انه الهدف او المطلوب مني انه انا اكتب له تقرير عشان احدد او اساعد في ديزاين. بناء على التقرير هذا انه ممكن نعمل ديزاين للنكست برودكت، انه الكاندي الجديده اللي بدنا نصنعها هذه ايش المواصفات تبعتها. طبعا هذا الكلام بده يكون بناء على سيرفي، دراسه للسوق. فبالتالي بعد ما جمعنا السيرفي هذه، انه السيرفي هذه بحكي انه هي فعلا انه فيري انترستينج داتا سيت، بدنا نشوف انه من الجمهور ايش الحلوى المفضله بالنسبه لهم. فاول حاجه نعمل رن للسيت اب، حمل الداتا سيت اسمها candy.csv، وهنا بحكي لي انه انا في عندي index column اسمه id، فبدي احطه هنا انه هو الاي دي، اوكي. بعد هيك بدي اعمل ريفيو للداتا سيت، ايش بلاقي انا عندي؟ هي الاندكس 0 1 2 3، هنا الكومبيتيتور نيم اللي هو اسم الشركات المنافسه اللي بتصنع حلويات، تمام. وهنا انه الشركات هذه هل هي بتصنع شوكولاته، تمام، في المنتج تبعها يعني، او هل في شوكولاته في المنتج اللي هي بتصنعه، تمام. هل الحلوى هذه فروتي، بتحتوي على فواكه، تمام، هل بتحتوي على كراميل، هل بتحتوي على زبدة اللوز، تمام، هل فيها نوجت، هل هي كريسبي، هل هي هارد ولا سوفت، هل هي على شكل بارز، ألواح شوكولاتة ولا حبات، يعني كيف التصميم، تمام، إلى آخره، بالإضافة لمثلا للشوغر بيرسنت والبرايس بيرسنت. البرايس بيرسنت اوريدي حكينا عنه، إنه على سبيل المثال في أنا عندي صنف A و B و C، هذا كل واحد له سعر مختلف، فأنا عشان بدي أحولهم كلهم لنفس الرينج رحت عملت البرايس كنسبة مئوية. أنا جبت إنه هذا البرايس تقسيم مجموع البرايس أو متوسط البرايس، تمام. ممكن يكون المتوسط تقسيم العدد اللي هو 3، حيكون هنا بهذا الشكل، تمام. بالإضافة للوين بيرسنت، الوين بيرسنت هو عبارة عن السيرفي ريسبوندنت أو اللي استجابوا للسيرفي هذه حددوا قديش البريفرنس تبع الحلوى هذه، إنه أدوها سكور بين مثلا الزيرو والمية، فبالتالي أكثر حلوى مفضلة بالنسبة لهم أدوها سكور عالي، وأقل حلوى مفضلة أدوها سكور منخفض. فبالتالي لو أنا بجيت عبيت السيرفي بجي بقول إنه أنت بتفضل هذه ولا هذه ولا هذه، مش بس هيك، بدك تدي درجة لكل واحدة. يعني على سبيل المثال بحكي إنه المسكيترز هذه أنا بحط لها مثلا على سبيل المثال 87%، والألموند جوي بحط لها 89% مثلا على سبيل المثال، والبيبي راث بحط لها 30%، لا بفضلش هذا النوع خالص، وال100 جرام بحط لها مثلا 70%، زي هيك. فبالتالي هاي النقاط انا عندي محطوطه كافرج لكل الريسبوندرز، اوكي. طيب هنا الاتريبيوتس شرح لي اياهم، انا اوريدي شرحت لك اياهم. في انت عندك الشوجر بيرسنت، الشوجر ما ينفعش ان انت تقول والله هذه الشوجر تبعها مثلا على سبيل المثال 100 ملي جرام، لانه بيعتمد على حجم الشوكولاته، يعني ممكن يكون حجم الشوكولاته كبير وصغير، فبالتالي بتحوله لنسبه مئويه من وزن الشوكولاته نفسها، من من من, من وزن حبه الحلو نفسها، من وزن الكاندي نفسه. فبالتالي وزن الكاندي كلها قديش؟ 100 جرام، قديش منها سكر؟ 10 ملي جرام، فبالتالي 0.1 الشوجر بيرسنت، اوكي؟
بس بتعكس انه قديش مقدار حالات الشوكولاته هذه شوجر بيرسنت. هذه كلها شغلات متعلقه في الدومين. اوكي، نيجي للسؤال. Use the first five rows of the data to answer questions below. بناء على الخمس صفوف هدول في الهيد بدها تجاوب لي على هذه الأسئلة. إيش السؤال الأول؟ Which candy was more popular with the survey respondent؟ إيش أكثر واحدة يعني إنه كانت إنه شعبية، إلها شعبية أكثر شيء، مفضلة عند الأغلبية في 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 السيرفي هذا؟ هل هي المسكيتاز ولا الألمون جوي؟ كيف؟ بالضبط، بتطلع هنا انت عندك 66 67 52 هذه كله خمسينات، 67 ايش هي؟ المسكيتاز. تمام؟ هذه الشوكولاتة بالمناسبة بالمكسرات، بس يمكن انه البريفرنس تبعها قال لي انه غالية. تمام؟ البريفرنس اللي لها اكثر شعبية هي المسكيتاز، فبالتالي ببساطة بتروح بتحط انه الجواب كسترينج انه الثري مسكيتاز، بتنسخ اسم الفاليو من هناك وبتحطه هنا، او ممكن تجيب الجواب هذا ككود. كيف؟ من الهيد انا بقول لك هنا استنادا على الفيرست فايف روز. بالضبط، لازم احط هنا الفيرست فايف لانه ممكن يكون في عندي براندز ثانيه انه تكون اعلى، وبحكي له بدي اجيب الصف اللي فيه اعلى وين بيرسنت. قلت له اللوك لايش؟ اي دي ماكس. اي دي ماكس لايش؟ للعمود هذا. بدي الاي دي تبع الصف اللي فيه اعلى وين بيرسنت. واضح هذا الكلام اللي انا معلمه؟ تمام. جبنا هذا الصف كله، بديش اياه كله، ايش بدي؟ اسم الكومبيتيتور اللي هو اسم العمود اللي هو الكومبيتيتور نيم. لانه هنا بقول لك انه use the five the first five rows to answer the questions، هو اللي طلب مني هيك. عليكم السلام. الآن السؤال الثاني. Which candy has higher sugar content؟ حكينا انه هو sugar content انه نسبة مئوية من 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 وزن الكاندي. فايش اكثر واحدة؟ هل هي الاير هيدز ولا البيبي روث؟ تمام؟ فبالتالي انه انا بدي اجي اطلع هنا على التيبل واجي اطلع على sugar percent، هذه 86 واضح. الشوجر بيرسنت اوكي 73 90 90 هي اعلى واحده اللي هي الاير هيدز، فبحطها مباشره هنا از سترينج او بجيبها بنفس الكيفيه انه من الهيد بدي اجيب الصف الاي دي تبع الصف اللي فيه ID X max للشوجر بيرسنت. تمام، جاب لي السجل كامل، الصف كامل. بديش اياه، بدي الكومبيتيتور نيم. نعم، فبتعمل تشيك، بتجيبه يا اما بالطريقه هاي او بالطريقه هاي. ننتقل للخطوه اللي وراها، دور السكر. هل البريفرنس بيزيد كل ما زاد السكر؟ تمام. create a scatter plot that shows the relationship. نرجع بنأكد مره ثانيه انه السكاتر بلوت بيجيب لك العلاقه بين تو اتريبيوتس، علاقه بين تو اتريبيوتس اللي هما ايش؟ الشوجر بيرسنت والوين بيرسنت. بقول لك خلي بالك ما تعملش ريجريشن لاين لانه هذا انت حتعمله في الستيب الجاي. تمام. هل كل ما زاد السكر بيزيد البريفرنس؟ ايش رايكم؟ كل ما زاد حالات الكاندي بتزيد البريفرنس تبعها؟ حلوى ما فيهاش سكر؟ يعني انت عامل زي بتقول انه والله لو سمحت بدي فلفل ما بحرقش. ما تاكلش فلفل، كل خيار.
تمام. ف كاندي يعني فيها سكر يعني حلويات، بس انت انا فاهم قصدك انه انت قصدك كدرجه يعني، بس بشكل عام كل ما زادت الحلاوه هل بتزيد يعني انه الشعبيه تبعتها؟ حنشوف نسبة السكر، إن الحلاء تبعتها نسبة السكر وليست اللذاذة، تمام؟ سكاتر بلوت شو حطيت له الإكس؟ شوجر بيرسنت، والواي برايس بيرسنت. لاحظ إنه أنا عندي الإكس والواي حطيتهم إنه كأسماء أتريبيوت، لأنه أديته باراميتر ثالث اسمه الداتا بتساوي. لو ما أديتش الباراميتر هذا الداتا بتساوي، بدي اضطر انه اقول كاندي داتا وافتح البراكتس هدول واحط اسم العمود، تمام؟ طيب هاي شوف في علاقة، هيك زيادة في السكر هل بتزيد الشعبية؟ ما فيش سكتر مبعثر، تمام. بس بتلاحظ انه عند الاكستريم كيف سكتر بلوت، ايش لو طلعت على الاكستريم من الطرفين يعني يكون السكر قليل. لاحظ انت عندك قديش، عد 1 2 3 بس 3 بريفرنسز، وهنا من الشقة الثانية بس واحد، يعني بنقدر نقول انه اللي مش حلوة خالص يعني البريفرنس تبعها نادر جدا، وكذلك اللي حالاتها كتير. وين بتلاقي انت في عندك تكتلات؟ انه هنا عند نسبة مثلا عند 7 أو 7.5، عند 6، عند 5 وإشي، أو عند 4 وإشي، تمام؟ 6 أكثر حاجة. نعم. طيب حقيقة احنا وصلنا لاستنتاج انه ما فيش علاقة بين السكر والبريفرنس اللي هو الوين بيرسنت. بدنا نثبت هذا الكلام باستخدام اللاين ريجريشن لاين. فبنروح نرسم هذا الكلام وبحكي له هنا ريج بلوت، تمام؟ مدام الخط المستقيم افقي معنى ذلك انه ما فيش، بس بنقدر نقول انه في علاقه طفيفه سلايت، تمام، خفيفه خالص. هذه بس اعاده للرسمه، انه انا ما استخدمتش البارامتر هذا تبع الداتا بتساوي، تمام. طيب according to the plot above is there a slight correlation between win percent؟ مدام حكى كلمة سلايت وعمل لي اياها بولد، انا موافق على هذا الكلام. في سلايت خفيفة جدا، الميل تبعه خفيف، تمام. نيجي الان للشوكولاتة. هل في علاقة بين السعر والشوكولاتة في الكاندي؟ أنا بحكي يعني هل كل ما ضفنا شوكولاتة أكثر في الكاندي بيزيد سعرها؟ لا. ليش؟ لا. بتزيد التكلفة؟ مين أغلى، الشوكولاتة ولا السكر؟ أحط لك مية وسكر؟ أحط لك مية وسكر ولا الشوكولاتة؟ مين تكلفة أكثر؟ متقيدين في ايش؟ لا مش 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 شوكر بيرسنت، لا يعني هنا انا برايس بيرسنت، تمام، مع الوين بيرسنت، وبدي احط هنا الشوكولاته في الموضوع كذلك، انه انا الشوكولاته انت تطلع عليها هنا ايش عندك؟ كاتيجوري، فكر فيها زي السموكر، يس او نو، تحتوي شوكولاته ولا ما بتحتوي شوكولاته؟
تمام؟ فالكاندي اللي بتحتوي شوكولاتة سعرها بيزيد ولا لا؟ فبالتالي احنا بدنا نلون هذا الكلام. فنفس الفكرة سكاتر بلوت، حطيت البرايس بيرسنت والوين بيرسنت وحطيت الهيو. كل ما بدك تعمل ألوان هذه كاتيجوري كان لازم تكون، حطيتها في الهيو والديتا بتساوي كاندي. شوف لي كيف شكل الرسمة، واضح مش ايش اللي زاد، نفس الاشي بس ادى الوان، بس واضح تماما انه لما تكون الشوكولاتة نو انه السعر بيكون هيو في المنطقة اللي تحت اللي هو 50 عفوا ال 1%، انه البريفرنس تبعها بيكون اقل. وكل ما بتحتوي على شوكولاتة تمام ال 1% انه بتكون انه بيزيد البريفرنس تبعها. هذا من جانب. من جانب ثاني انه هذا لما بتطلع على الاكس اكسس، طلع على الاكس اكسس اقسم هيك بالنص بتلاقي انه تحت نو وفوق يس. طيب روح لهنا على الواي على البرايس، كل ما تحركت في هذا الاتجاه تمام اقسم لي خط هيك من النص من فوق تمام، فهتلاقي انه فعلا انه على الشقه الشمال هتلاقي نو وعلى الشقه اليمين هتلاقي يس. معنى ذلك انه كل ما كانت انه بتحتوي على شوكولاته بيزيد السعر. يعني هنا هاي السعر هيك بهذا الاتجاه بيزيد تمام، هنا نو 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 نو، هنا صار انه لما زاد السعر صار كله يس 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 الشوكولاته. طيب بدنا نعمل انفستيجيشن كمان على الشوكولاته. شو بدنا نسوي؟ بدنا نعمل تو ريجريشن لاين زي ما تعودنا، واحد لليس وواحد للنو، ونشوف هل بيطلع واحد افقي وواحد كيف شكله. فبالتالي هنا ريج او ال ام بلوت، لما يكون في عندك مالتيبل ريجريشن لاين تستخدم ال ام بلوت اكس وواي والهيو، وهي شكله. ايش بتلاحظ؟ انه لما كان نو الخط افقي، ما فيش كورليشن، ما فيش علاقه تمام. ولما كانت يس في انه هو طالع شويه زي هيك لفوق، معنى ذلك انه بالضبط بيزيد. كل ما زاد السعر بيزيد البريفرنس، وكانت انه في حاله الياس تمام. نيجي لبارت بي، هنا بيسالني انه what does what conclusion can you draw about the effect of chocolate and the price on candy popularity، شو تاثير الشوكولاته على البوبولاريتي وعلى البرايس. كل ما كان فيها شوكولاته بزيد البريفرنس تمام، وكل ما كان في شوكولاته بتزيد السعر. ستيب 7 everybody loves chocolate تمام، create a categorical scatter plot. ايش نوع البلوت هنا؟ swarm. ما دام حكى لك كاتيجوريكال سكاتر بلوت، ليش؟ لانه حكى شوكولاته 1%، 1% هذا نيوميريكال، والشوكليت كاتيجوريكال بالضبط. فبالتالي بحكي لي انه حط الشوكولاته في الاكس اكسس وال1% في الواي اكسس. فحكيت انه الاكس بتساوي شوكليت وواي بتساوي 1%. شوف شكل الرسم. طبعا واضح انا في عندي سربين، والسربين هذول انه فيهم سكتر بهذا الشكل تمام، بس واضح تماما انه ال 1% عند اليس واضح تماما. هجيت عند اليس او عند النو، الان التوزيع هذا في البريفرنس ممكن يكون بسبب شغله ثانيه، انه الشوكولاته هذه بتحتوي على فروتي ولا لا، تحتوي على يعني عندك لما يكون في عندك شوكولاتة بالعنب واللوز يعني عادي حاجة دمار. فبالتالي اللي بدي احكي لك اياه انه انت بكون في عندك عوامل تانية اللي بتخلي البريفرنس تبعها انه في الياس في الشوكولاتة انه زي هيك، انه هل هي بتحتوي مكسرات ولا لا، بتحتوي على
نوجا ولا لا، بتحتوي على كراميل ولا لا، كل هاي الأشياء. بارت بي، هنا بيسألك في السؤال انه انت قررت انه انت تكتب هنا في التقرير تبعك، يعني انه انت تحدد انه الفاكت انه الشوكليت كانديز tend to be more popular than candies without chocolate. تستخدم البلوت تبع ستيب 6 ولا ستيب 7؟ ايش رايك؟ شوف ستيب 7 عشان مين اكثر اقناع انه الكاندي والشوكليت از مور بوبيلر، ستيب 7 ولا ستيب 6؟ شوف ستيب 6 هيو اللي فيه اللاين بلوت، ايش رايك؟ طب الثاني ينفع؟ لا الثاني بينفع؟ بس مين اوضح؟ ستيب 7 مش باين لك العلاقه ايش بالضبط يعني. هيو هنا هيو حاطط لليس، حاطط انه الخط طالع، الخط طالع، الخط طالع. لا انا بحكيش انه هنا مبين انه افضل من هناك، هو بقول انه هو مش مبين، وبقول وانا بقول له انه مبين. انا بقارنش بين 6 و7، انا بقول انه هنا مبين ولا لا. مبين يعني في الاثنين هم مبين، بس مين مبين أكثر؟ 6. مين بيقول 7؟ أنت 6؟ 5. سبعة كمان في مجموعة زائدة. هو في الواقع إنه ممكن يكون 7، ممكن، أنا بحكيش بجزمش، ممكن يكون 7 إنه هو أفضل. وهذه الشغلة ما فيش فيها صح وغلط، فعشان هيك هنا مش ما فيش فيها تشيك، تمام؟ ما فيش فيها تشيك، يعني أنت يورجي لك الإجابة اللي هو حاطها، تمام؟ بيقول لك in this case the categorical scatter في step 7 هو أنسب، تمام؟ ولكن 6 بيحتوي على more information، يعني كل واحد له ميزة وله عيوب. عشان هيك ما فيش صح وغلط، ما فيش تشيك لهي الانسر يقول لك انه يقول لك انه كوريكت ولا مش انكوريكت. بس الاثنين فيهم بيانات، واحده فيهم معلومات اكثر. هاي الفكره في الموضوع.